بغيت منكم بزاف ديال التصفيقات باش نستقبلوا الفنانة الجميلة اللي كتبغي المغرب من قلبها بلقيس. مرحبا بك. الله يخليك، تسلمي. كلكم اشكركم من قلبي على وجودكم الليله معنا في حفل اطلاق اول فيديو كليب ليا باللهجه المغربيه اللي هي اغنيه لا تشوف. بالعكس غندر العكس، غندر للناس اعراض ونقول فكت من هذا، عايشه حياتي بالسعاده. المغرب انا من زمان بيني وبينهم خبيئه زي ما يقولوا الله يعلم فيها، وبيني وبينهم سر الله يعلم فيه، بس دائما حتى اقول انه انا شاك انه انا لي عرق مغربي او شيء حاجه بتخص المغاربه والمغرب. انا بزاف سعيده انه هذه الخطوه حتى لو جاءت متاخره، ولكن ان شاء الله انه هي تكلل بالنجاح. انا في داري بين اهلي وبين اصحابي، وان شاء الله انه الأمور كلها تكون كويسة وإيجابية، وإن شاء الله القادم دائماً أفضل. الأفضل أنه الأغنية تكون بين أهلها أو يتم إطلاقها بين أهلها، خصوصاً أنه الأغنية مهداة للجمهور المغربي ومخصصة أيضاً للجمهور المغربي، وبالتالي كانت الفكرة من المشرف العام على هذا العمل عصام حميش، اللي هو قام بالتحقق من اللهجة المغربية أثناء التسجيل. رتبنا أيضاً موضوع التصوير في مراكش على مدى يومين متتاليين، وبعد كده كانت فكرة أنه ليش ما نطلق هذا الفيديو كليب ويكون هذه بطاقة تعارف بيني وبين الإعلام المغربي. أنا هي صعيبة شوية صحيح، ولكن كثر الاحتكاك بالمغاربة، حتى المساعدات ديالي بالإمارات وبالسعودية كيكونوا من المغرب العربي أو بالتحديد من المغرب، وبالتالي كان شوية هذا اللي سهل عليا طريقة التعاطي مع المغاربة بيني وبينهم. لكن وقت التسجيل كان في معايا مشرف لغوي اللي هو عصام حميش، عصام المغربي هو اللي كان مشرف على اللهجة وعلى النطق وعلى كل شيء خاص بالمغرب. كل شيء كيعجبني. إيش هو اللي ما يعجبنيش؟ الماكلة، القفطان، الجو، الأماكن، الناس، الشعب، كل شيء بالمغرب كيعجبني. وش اللي ما كيعجبنيش؟ مستحيل.